السلام عليكم. روحي اشكرك. اهلا وسهلا حجية. اشكرك استاذ. كل عام وانت بخير. ان شاء الله انت بالف مبروك وسعيد مشكور ان شاء الله. على الهيئات مالت الحج وعلى الخدمة وعلى الله يتقبل. الهدية الله يحفظكم. احنا نريد بعثتنا تختلف. الله ينصركم. الهيئة وكل الدعم كان موجه انه نوفر كل اسباب الرعاية والاهتمام. يعني كلش نختلف عن باقي البعثات. الحمد لله. نشكركم من صميم القلب. للبلد حالها حال الواجهة السياسية الاقتصادية باقي المجالات ما يؤديه ويقدمه الرياضي حالها حال ما يقدمه الدبلوماسي والوزير رئيس الوزراء في محفل من محافل الدولية.